وللمزيد حول القصف الإسرائيلي الذي نفذ اليوم على حمص والذي استهدف القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في الأراضي السورية، ينضم إلينا عبر سكايب من الريحانية المحلل والسياسي والعسكري السوري أديب العليوي. حياكم الله أستاذ أديب. تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. حياكم الله أستاذ أديب. يعني كان من المفترض أن أسألك عن الهجوم الذي نفذ اليوم، الهجوم الإسرائيلي الذي نفذ اليوم على حمص، ولكن هناك أنباء تشير إلى لربما هناك قصف إسرائيلي الآن على منطقة المزة في سوريا. يعني الأنباء تتحدث، هناك أنباء تتحدث عن أنها سيارة ملغمة أو أنه قصف إسرائيلي. بجميع الأحوال، ما رأيك بهجوم المزة أولا؟ يعني لا شك ان يعني بنك الاهداف الذي تمتلكه اسرائيل من خلال استخباراتها ومن خلال سرب الطيران الذي يعمل 24 على 24 فوق الاراضي السوريه، والذي يتتبع حركه الميليشيات الحرس الثوري الايراني وميليشيات حزب الله وطرق نقل الاسلحه ان كان عبر البر او عبر الجو او عبر البحر في بعض الأحيان، متابعة بشكل كبير لحركة الميليشيات ونقل الذخائر والأسلحة من المنطقة الشرقية باتجاه مناطق المنطقة الوسطى ومن ثم باتجاه المنطقة الجنوبية أو باتجاه داخل الأراضي اللبنانية. وبالتالي أنا أرى هذا القصف المتزامن والمتتابع منذ 4 أيام حتى اليوم، وخاصة اليوم هنا يعني القصف الذي تكلمت عنه وتفضلت بالكلام عنه هو على مطار المزة، ومطار المزة هو مطار الحقيقة ذو أهمية خاصة وفيه فرع للمخابرات الجوية، فرع التحقيق، وفيه بعض الأجهزة الأمنية الأخرى، وفيه اجتماعات تتم للحرس الثوري الإيراني والقادة الإيرانيين الموجودين في المنطقة مع الضباط السوريين المتواجدين أيضا في هذا المطار. وبالتالي أنا أعتقد أنه قصف على مطار المزي لوجود اجتماع معين أو يعني لبعض مستودعات الذخيرة المتواجدة في مطار المزي. يعني لاحظنا كثافة في الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، ألا تشير هذه الكثافة إلى لربما كثافة الاجتماعات وكثافة حراك إيراني في سوريا؟ ما سبب كل ذلك في هذا التوقيت؟ يعني يبدو لي أن الضربة الجوية التي حصلت على المنطقة الشرقية في ريف دير الزور من خلال طيران التحالف ومن خلال الحقيقة الطائرات الأمريكية المتواجدة في المنطقة والطائرات المسيرة الأمريكية والتي أسفرت عن يعني إصابات لبعض المستودعات، أعتقد أن هناك يعني إفراغ لبعض المستودعات الموجودة في المنطقة الشرقية و يعني إيصالها إلى المنطقة الوسطى، خاصة إلى مطار التيفور ومطار الشعيرات ومطار الضبعة التي تعتبر مراكز رئيسية، وخاصة مطار الضبعة التي يعتبر مركز رئيسي لحزب الله ومركز رئيسي للميليشيات الثورية والنقاط المحيطة بها. أعتقد أن هناك إفراغ للكثير من المستودعات المنطقة الشرقية لتحضيرات معينة، يبدو لي بأن تحضر القوات أو الميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة الشرقية لضربة باتجاه القوات الأمريكية الموجودة في كونيكا أو في غيرها من مناطق دير الزور، يعني هذا يحتم عليها إفراغ المستودعات، لأن بنك الأهداف أيضا لدى التحالف موجودة في كل النقاط التي والمستودعات التي تمتلكها إيران والحرس الثوري والميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة. نعم، من المعلوم أن إيران يعني هي حليفة روسيا في المنطقة وخاصة بالتحديد في سوريا، ولكن نشهد صمتا روسيا تاما على هذا القصف، مع أن هذا القصف يعني لربما لا يحدث إلا بعلم روسي وتنسيق لربما روسي. ما رأيك في هذا الأمر أيضا؟ بلا شك هو هناك خط ساخن بين يعني الحقيقة إن كان إسرائيل وإن كان غرفة العمليات الروسية وبين الولايات المتحدة أيضا وبين غرفة العمليات الروسية، هناك خط ساخن، لكن هذا الخط الساخن كانت مدته يعني حوالي نصف ساعة أو أقل بقليل، الآن أصبح أقل بحوالي يعني أصبحت مدة لا تزيد عن 7 دقائق، وبالتالي لا تستطيع الميليشيات الإيرانية أن تنقل يعني عناصرها أو الذخيرة أو أن تفرغ المكان من محتوياته خلال هذه المدة القصيرة، وخاصة أن روسيا لا مشكلة لديها من خلال القصف الإسرائيلي. يعني دعني أقول أن روسيا
صحيح أنها هي حليفة روسيا إيران، ولكن لا مشكلة في القصف الإيراني، لأن هذه اللعبة يعني لعبة القط والفار يعني ليست جديدة، وهي منذ فترة طويلة. ويعني دعني أؤكد على نقطة، أن القصف الإسرائيلي بالأساس هو لا، وحتى الأمريكي هو لا يقصد إنهاء الوجود الإيراني على الأراضي السورية، بل على العكس تماما، هم يقصفون السائد من القوى الموجودة على الميليشيات الإيرانية، هم يقصفون الخطوط الحمر المحددة يعني محددة إسرائيليا أو أمريكيا، بحيث أن لا تتجاوز إيران والميليشيات الإيرانية موجودة في المنطقة الخطوط الحمر المرسومة لها، وكلما تجاوزت إيران هذه الخطوط يعني عشق، لكنه خفي ليس بالظاهر بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وبين إسرائيل، وبالتالي لا يتم القصف من أجل إنهاء الوجود الإيراني على الإطلاق، ولو كان تم ذلك لما سلموا العراق على طبق من ذهب إلى الميليشيات الإيرانية، ولم يسلموا سوريا واليمن ولبنان على طبق من ذهب للميليشيات الإيرانية، وكان بالأحرى لا يسمحوا لإيران بالدخول في على الأراضي السورية وقتل السوريين على أرضهم. لذلك أنا أقول أن الموضوع لا يعد أكثر من أنه قصف الفائض من القوة الموجودة على الأراضي السورية. نعم. أيضا أستاذ أديب، يعني إلى أي حد دفع لربما التقارب السعودي الإيراني بوساطة إيرانية، دفع أمريكا لإطلاق يد إسرائيل وإعطائها مساحة أكبر لتقليم أظافر إيران إن صح التعبير؟ يا سيدي الكريم، أنا لا أعتقد هذه النظرية يعني يمكن أن تكون سريعة المفعول، كون هذا القصف ليس جديدا، وحتى كثافته لا تعتبر هي نتيجة التقارب السعودي الإيراني بالوساطة الصينية. ولكن الحقيقة أنا قلت وأكرر بأن إيران بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بضرب الفائض من القوة، وأعتقد أن هناك خطة إيرانية للرد على هذه الهجمات. صحيح أن ردودها ردود خجولة وردود يعني الحقيقة فارغة المضمون، لكن هناك خطة من خلال زيارة يعني أحد الشخصيات الكبيرة إلى العراق من أجل التنسيق لضربة باتجاه عن طريق وكلائها في المنطقة وليس على الأراضي الإيرانية أو في الداخل المحتل. بلا شك عن طريق وكلائها بلا شك. نعم. إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من الريحانية، المحلل السياسي والعسكري السوري أديب العلاوي، شكرا جزيلا لك.